ثلاث سيارات من المساعدات الطبية الروسية تحمل 7.5 طن من المواد الطبية تصل إلى مديرية الصحة في اللاذقية مقدمة من وزارة الصحة الروسية. اليوم مركز المصالحة الروسي في تجميع قوات الروسية العاملة في الجمهورية العربية السورية وتنفيذا لأوامر تجميع قوات الروسية العاملة في الجمهورية العربية السورية تم توجيه دفعة من المساعدات الطبية لخدمة المشافي التابعة لمديرية صحة اللاذقية. واليوم كان في الحمولة أكثر من 7.5 طن من الأدوية والمعدات الطبية اللازمة التي تحتاجها المشافي في محافظة اللاذقية. نحن اليوم بصدد دفعة من دفعات المساعدات المتلاحقة من الأصدقاء الروس، حاليا هي موجهة من وزارة الصحة الروسية إلى مديرية صحة اللاذقية، عبارة عن أدوية ومستلزمات طبية. طبعا هي استكمال للدفعات السابقة والمساعدات التي قدمت إلينا بمديرية صحة اللاذقية من الأصدقاء الروس، ساعدت على استمرار العمل الطبي بمشافينا. دفعة جديدة من المساعدات الطبية الروسية المستمرة والتي تؤكد على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين.